اليوم كان مدرج الملف ديال السيده رابعه بغرفه الجنايات القاعه سبعة. الملف كان جاهز بطبيعه الحال للمناقشه والمرافعه اثناء موت السيده رابعه بصفتها متهمه من السيد رئيس الجلسه وعند استنطاقها من طرف هذا الاخير لم تستطع الجواب بطبيعه الحال نظرا للحاله النفسيه والمرضيه التي تعانيها السيد القاضي رئيس الجلسه استغرب لسكوتها واستغرب كذلك لوجود تصريحات ديالها امام الضابطه القضائيه وامام السيد قاضي التحقيق اللي صدر الامر ديالو بالمتابعه والاحاله فاعتبر انها استنكفت عن الجواب وبطبيعه الحال نبهها الى ضروره الجواب على الاسئله ديالو ديالها بطبيعه الحال وموجهة من طرف الهيئه لم تستطع بطبيعه الحال الحاله النفسيه ديالها كما سبق وان صرحت لم تستطع الجواب لانها لا تدرك ما يرجو حولها نظرا للضغوطات النفسيه التي عاشتها نظرا للحاله النفسيه المرضيه اللي كتعاني منها المحكمه اخرت الملف لجلسه 16 مارس 2020 بطبيعه الحال لمرافعه الدفاع كنا نتمنى ان تامر المحكمه باجراء خبره للوقوف على الحاله النفسيه ديال رابعه بدل المعاينه المجرده لان الحاله ديالها تستوجب راي الخبراء نفسانيين متخصصين في هذا المجال بطبيعه الحال في المرافعه ديالنا ان شاء الله في الجلسه ديال 16/3 غادي نركزوا على هذه النقطه وغادي نركز على النقطه ديال ضروره اجراء خبره طبيه لتقييم الحاله النفسيه ديالها سواء اثناء ارتكابها للفعل او الحاله النفسيه ديالها حاليا وغادي نركزوا في بطبيعه الحال في المرافعه ديالنا انا والزملاء الكينوبوف المعالي معي في هذا الملف على مقتضيات الفصل 134 من القانون الجنائي لكن بطبيعه الحال على ان المتهم اثناء ارتكابه للفعل اذا كان منعدم الادراك والتمييز فان المحكمه ملزمه باعفائه من العقاب وتطبق عليه المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 76 من القانون الجنائي وغادي يلتمس بطبيعه الحال اذا ديالها مؤسسه لان هذه السيده هي محتاجه فعلا وبالحاح لمواكبه نفسيه وعلاج نفسي اكثر من العقاب يكفي هذه العقوبه لفاهيه ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس